جمع الفضلات من المجاري في أحد أكبر أحياء كينيا الفقيرة ليس وظيفة مرموقة وإنما مربحة. تشارلز لا يبحث هنا عن أشياء قيمة بل عن أحذية قديمة ومهملة. وعلى بعد أمتار قليلة من هنا نجح في جمع عدة أزواج منها. أنا أجمع من 10 إلى 20 خفا بلاستيكيا من أجل بيعها، وأحاول جهدي كي أجمع المزيد منها حتى أبيع أكثر. وفي نهاية المطاف تصل تلك الأحذية إلى هنا من أجل إعادة تدويرها وبالتالي تحويلها إلى ألعاب وحيوانات من مختلف الأشكال والأحجام بالإضافة إلى أشياء أخرى. الشركة صاحبة المشروع أسستها منذ 10 سنوات هذه السيدة التي كانت تعمل كعالمة بيولوجية على الشاطئ الكيني، ومن هناك لاحظت عدد الأحذية المرمية العائمة على سطح المياه. المرأة بدأت بقطع حذاء مهمل إلى أجزاء عدة، فقلت إنها فكرة جيدة، يمكننا تنظيف الشاطئ وتركه للسلاحف كي تضع بيضها فيه، ويمكننا أن نؤمن فرص عمل ونحسن مهارات المجتمع المحلي. أكثر من 80% من المنتجات تصدر إلى الخارج، والأموال التي يجنيها المشروع تسمح له بالاستمرار في شراء الأحذية من أحياء نيروبي الفقيرة ومن الشاطئ، كما تؤمن الشركة العمل ل 150 شخصاً. بدأت هنا قبل سنتين، وفي الحقيقة أنا متفاجئ من الأشياء التي أصنعها من كل خف بلاستيكي. إنه فن جميل. لكن المشروع لا يهدف فقط لتأمين فرص عمل في كينيا وتنظيف أحيائها الفقيرة، بل أيضا لتثقيف الناس وإرشادهم إلى أن الأمور التي تبدو دون قيمة أحيانا قد تنتج أشياء فريدة من نوعها.